المشهد السياسي في مصر بيتحول لأول مرة بعد الانقلاب إلى السيناريوهات العشائرية. هل ده هيحصل؟ خلينا أناقش ده مع ضيوفي الأستاذ أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات. أهلا بك أستاذ أحمد. مرحبا بك أستاذ محمد. وأيضا مع الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. دكتور عمرو أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ. بعد إذن الأستاذ أحمد مولانا خلينا نبدأ بالدكتور عمرو عادل لأن احنا عرفناه في الآخر فبس عشان نوازن المسألة. دكتور عمرو خليني أبدأ معاك من بسؤال يعني يكاد يهم كل الناس وأكيد حضرتك متابع جيد للقصة دي. مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل قال في تصريح غريب بأن الاتحاد لم يحصل بعد على ترخيص، ولعل حضرتك لو تابعت امبارح حلقتنا سردنا كارثية الموقف ده. كيف يسمح لجهة بتنظيم مؤتمرات، ده اللي طرحناه امبارح، وإصدار بيانات دون ترخيص؟ ما دلالة ذلك يا دكتور عمرو؟ هو حضرتك احنا يعني الكلام حاجة بتقوله في ظل دولة ليها بنية قانونية وقواعد دستورية، فبالتالي الأمور بتدار طبقا للنصوص الموجودة في القانون أو الدستور. لكن احنا من زمان جدا، يمكن من الخمسينات أو يعني بعد كده، الأمور بتدار بأوزان القوة، من يمتلك القوة ومن يمتلك القدرة على فرض إرادته على المجتمع وعلى القانون، وبالتالي بيعمل اللي هو عايزه. والكلام ده زاد جدا بعد الانقلاب. يعني حضرتك انت بتتكلم الاحزاب المفروض في قواعد دستوريه واضحه، الاحزاب بتدار ازاي وبتشتغل ازاي، الكلام ده بيحصلش لان هي بتمثل خطر على النظام. اما القوى الميليشيات اللي بتتكون الان في مصر بدايه من نخنوخ زي ما حضرتك ذكرت، ودلوقتي الاتحاد القبائل تحت اي عناوين واي مسميات، وهي موجوده بدعم من السلطه وقرار منها وتنسيق معها، فالكل بيتجاوز القانون. فاحنا الاطار حاجه بتتكلم فيه في دول القانون والدستور والمؤسسات، لكن للاسف المؤسسات في مصر بتختفي، احنا ما عندناش مؤسسه تشريعيه وربما ما عندناش مؤسسه. معلش يا دكتور عمرو بس خليني اقف معاك. لو انت معاك عربيه فول او عربيه اكل، لو انا معايا انا مع يعني مع حفظ المقام يعني معايا انا عربيه فول وحبيت اقبلها في الشارع، مش هيجيني بتاع البلديه يطلب مني 6000 ترخيص و6000 موافقه؟ طيب يعني دوله قانون. لا مش صحيح، دي دوله قانون طبقا زي ما قلت لحضرتك لاوزان القوه. والراجل بتاع عربيه الفول ده راجل بائس وغلبان وجزء من الشعب، والشعب بيستغل من الطبقه الحاكمه. احنا عندنا طبقه شريحه في المجتمع هي اللي متجاوزه القانون وتقدر تفرض القانون اللي عايزاه، وغالب المجتمع 95% و90% منه بيفرض عليه القانون اللي متصورات دوله، يعني النصوص دي محطوطه عشانهم. لكن اداره السلطه ما فيهاش قانون. لما بتتكلم على الاحزاب ما تتكلمش على القانون، تتكلم عن الصحافه ما تتكلمش عن القانون، تتكلم على البرلمان ما تتكلمش عن القانون والدستور. لا، دي بتتعمل بتوازنات اخرى طبقا لمصالح الطبقه الحاكمه، مصالح راس السلطه وايه حجم المكسب اللي هيحصل عليه. لكن على المستوى الشعب نطلع بقى بالتراخيص والقوانين والكلام اللطيف ده، لكن في هذا المستوى من صراعات القوى والسلطه والعلاقات مع الاقليم وغيره. طب ما هو ده خليني اسالك سؤال يا دكتور، ده خليني اسالك سؤال دكتور عمرو، ولكن خليني اروح للاستاذ احمد مولانا. بس هسالك سؤال في القصه دي، ما هي من اين هو ده سؤالي بقى لما لما ارجع لك، يعني ما من اين يستمد العرجاني قوته؟ بس خليني اروح للدكتور للاستاذ احمد مولانا عقبال ما يبقى دكتور يا رب. نشر موقع القاهره 24 معلومات عن محمود السيسي انه خدم في سيناء في معسكرات المقذوفات، وانه عنده علاقات بعدد من شيوخ القبائل وشباب سيناء، لحد يمكن ان يكون محمود السيسي لعب دور في صعود العرجاني للواجهه بهذه السرعه، ام ان السيسي نفسه هو من اراد ان يصنع هذا العرجاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا هحاول استدل على الواقع بنماذج من التاريخ القريب. يعني احنا عندنا الشكل الحديث للدولة المصرية اللي تأسس مع عهد محمد علي قام على تفكيك مراكز القوة الموجودة في المجتمع، وان السلطة هي اللي تحتكر القوة. لذلك محمد علي كان له يعني جهود وأنشطة كثيرة ضد القبائل العربية وضد كسر شوكتها، وصولا ان هو منح رموزها ومشايخها أراضي من أجل توطينهم. يعني مثلا أحمد عرابي كزعيم وطني هو أجداده من الأعراب اللي تم توطينهم في محافظة الشرقية، وغيره من الشخصيات العامة. وظل هذا هو الواقع الموجود، أن الدولة في مصر هي بتحتكر
ادوات القوه وادوات الفعل. ولكن في النموذج الناصري بعد عام 1952 كان عبد الناصر بيستحدث مؤسسات وهيئات لاداء اغراض محدده، يعني عمل في البدايه حاجه اسمها الحرس الوطني، عمل بعد كده هيئه التحرير، عمل منظمه الشباب، عمل الاتحاد الاشتراكي. وكان الناس اللي اشتغلوا مع جمال عبد الناصر في المساحه دي بيتكلموا ان هو دايما كان يقول ان انا عملت كذا من اجل هدف محدد كم سنه ويلغي هذه المؤسسه او هذا الكيان ويطلع بمشروع جديد. فانا في ظني ان تجربه اتحاد القبائل العربيه هو ليس مسار او كيان او الجاني، هو شيء منفصل بذاته يمثل مركز ثقل موجود في الدوله، انما هو احد الواجهات اللي بعض المؤسسات استحدثتها من اجل اداء دور معين في مرحله معينه، ومع انتهاء الهدف منه ستطوى صفحته كما طويت صفحات هيئه التحرير والحرس الوطني. اختلف معاك يا استاذ احمد، اختلف معاك. خليني اقول لك نقطه الاختلاف فين. خليني اقول لك هيئه التحرير او التنظيم الطليعي او الاتحاد القومي او الاتحاد الاشتراكي، لم يكن هناك من الخارج من يؤيد او من يعطيك دور اكبر من دورك، لكن نحن الان في وسط مجتمع اقليمي بيستجذب اليه بعض هذه الكيانات، وربما تفجر هذه الكيانات خطوره شديده جدا. وشفنا ده في حميتي، يعني هذا راعي الابل اللي كونه عمر بشير فجاه استقوى بالامارات وبالسعوديه واصبح قوه، فما عدناش زي الستينات او الخمسينات. ما هي يعني هي اعتراض مهم من حضرتك، ولكن هيحتاج له النظر لطبيعه هذا الكيان. هل هذا الكيان هو بيتكون من شخصيات منفصله عن اطار الدوله لها قيادتها الخاصه اللي بتقودها وبتوجهها، ام ان الشخصيات الموجوده المؤثره والفاعله في هذه الكيانات هم اصلا مسؤولين في الاجهزه؟ احنا عندنا مجموعه شركات العرجاني، نائب رئيس مجلس الاداره له لواء سابق في احد الاجهزه السياديه القوات المسلحه، اتحاد القوى العربيه اللي تم تاسيسه اثنين النواب للعرجاني، احدهم رئيس لجنه الشؤون العربيه في السابق في البرلمان، والاخر لواء في شرطه وكان محافظ. فالمؤسسه مش متسابه للعرجاني، يعني حمدتي هو واخوه وعيلته هم الذين قادوا هذا التشكيل الموجود في الدعم السريع، وبقى لهم قوة تعبر عن ذاته، في حين ان اتحاد القبائل العربية بالشكل اللي اعلن عنه، اما هنيجي ننظر له عن كثب هنلاقي لا، ان المفاصل الموجودة فيه والمناصب اللي موجودة فيه هي كلها المسؤولين سابقين في الدولة، لا يوجد يعني شخص ليس له رصيد من الصعود المؤسسي في وظائف الدولة سوى العرجاني، فبالتالي هو يمثل وجهة، في حين ان المفاصل الحقيقية الموجودة موجودة في ايد المؤسسات. فهنا ده نقطة اختلاف بينه وبين حمدتي. أنا التحدي أو نموذج إن نموذج العرجاني يتحول لحمدتي لو العرجاني وأسرته وعائلته ورجالته وناسه هم اللي بيشرفوا على هذا العمل وبيشتغلوا بشكل منفصل وبيبنوا علاقات خارجية وبيستمد قوته من هذه العلاقات، هنا بيكون ده تهديد حقيقي فعلا. يعني أنت عايز تقول إن هو ليس تهديدا حقيقيا وليس صورة مكررة من حمدتي، صح كده؟ نعم، لان مفاصل هذه المؤسسات موجوده بايد مسؤولين. جميل، انا مختلف معاك تماما، بس خليني اروح للدكتور عمرو عادل. دكتور عمرو، كيف انا كاعلامي قرات ترحيب قناه العربيه بالبيان اللي صدر من اتحاد القبائل المزعوم ده، قرات انه في غايه الخطوره وانه يشكل خطوره فعلا، وان الرجل ربما تكون السعوديه محتضناه، ده اضافه الى احتضان اسرائيل ليه. هنا سؤالي بقى لحضرتك اللي كنت سألته، من أين يستمد العرجان القوة؟ هل من الشركات ورفقائه في الداخل ولا من على المستوى الإقليمي؟ يعني أنا أعتقد إن أولا نتفق إن القبائل العربية وأهل سيناء تعرضوا لظلم فادح على مدى زمن طويل جدا، وكانوا يتم استخدامهم استخدام سيء جدا. فبالتالي القضية مش قضية نوع من التفرقة بين أطياف الشعب، لا، هي الفكرة إن التشكيل نفسه التواجد بهذا الشكل بيمثل خطورة. أنا أعتقد أن العرجاني بمجموعة من العلاقات وعلاقته مع القبائل اللي موجودة في سيناء ونوع من التنظيم الاجتماعي الخاص بيه وعدم رغبة أو رغبة الدولة في إنشاء كيان بيقوم ببعض العمليات وبعض الأمور اللي هي ما بتقدرش تقوم بيها لأسباب ما،
فبالتالي كان حصل توافق ان يتم انشاء هذا الكيان وعلى راسه هذا الرجل، وزي ما المهندس احمد قال في مجموعه بتعمل كنترول سيطره على المفاصل داخل المؤسسه. لكن في مشكله خطيره جدا، ان مجموع كل القوه الحقيقيه، يعني القوه الحقيقيه كلها وموجوده داخل المؤسسه في ايد ناس ليها شبكه ترابط وعلاقات بره المفاصل الراسيه، او ممكن تتعامل خارج المفاصل الراسيه. فالعرجاني او هذا النموذج اللي هو يقترب من نموذج الميليشيا ولسه ما وصلش ليها، لان زي ما المهندس احمد قال في بعض المفاصل تم السيطره عليها، ولكن الدول الاخرى في الاقليم ليها مصالح متضاربه ومتعارضه، وفي اتفاقات مع النظام وبيضغطوا على النظام في بعض الامور. ووجود مثل هذا الكيان فرصه كبيره جدا لهذه القوه اللي موجوده في المنطقه انها تستغل هذا الكيان علشان تحقق بعض المصالح. النقطة الثانية ان الكيان ده بتشكيله الحالي ربما ما يكونش خطر، ولكن في المستقبل نتيجة التعقيدات اللي موجودة ونتيجة ضعف الدولة، الدولة مؤسساتها بتضعف مع الوقت، ما فيش اي تأثير ليها وما فيش مكان بيفضل فاضي. حضرتك مؤسسة القوة اللي هي الجيش كادت اوضاع تانية وابتدت تعمل اشياء تانية، فبالتالي انت محتاج تملأ هذه المساحة بتشكيلات معينة، واحد التشكيلات هي التشكيل ده. وتشكيل نخنوخ هو ليه عمل تشكيل من البلطجيه، شبكه من البلطجيه، وبيعظمهم لانه بيحتاج لهم في وقت ما، والدوله نفسها بيحصل لها تفكك، فالمؤسسات دي غصب عن الكل بتملى هذه المساحه الفارغه. فالارجاني نموذج لميليشيا محتمله، نموذج لقوه موجوده في المجتمع ممكن استخدامها من تيارات مختلفه في الداخل والخارج لتحقيق بعض المصالح. دولة ضعيفة، دولة مؤسساتها ضعيفة، دولة كمان محتاجة لهذه القوة اللي موجودة، التشكيلات اللي موجودة علشان تحقق بعض المصالح ليها. فبالتالي هو الآن في موقع قوة دولة محتاجة له، وأيضا أطراف إقليمية ممكن تستخدمه علشان تحقق بعض المصالح. وصلت. وجوده أو دخوله داخل موضوع معبر رفح يثير كثير من الشكوك والكلام حوالين عمق تأثيره وقدرته على التعامل مع القوى المختلفة في المنطقة، والكل لقى حل علشان يطلع من أزمة معبر رفح على سبيل المثال. أنا هاخد معبر رفح اللي حضرتك اتكلمت عليه وأسأل الأستاذ أحمد، المهندس أحمد. في موقع ميدل إيست مونيتور قال إن العرجاني قد يلعب دورا في إدارة المعبر مع شركة أمريكية التي يهدف لها الأمريكان بأن تتولى الشركة إدارة المعبر من ناحية القطاع. يعني هكذا ذكرت موقع ميدل إيست مونيتور. إلى أي مدى أو كيف قرأت هذا التصريح يا دكتور يا باشمهندس؟ يعني هذا التصريح بيأتي ضمن تصريحات متعددة مرتبطة بغياب الرؤية الإسرائيلية لكيفية إدارة ملف معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يعني نتنياهو هو بيشدد إن عنده ثابت ألا تدير حماس يعني أو أي مؤسسة مدنية تابعة ليها المعبر من الجانب الفلسطيني، هذا هو ما يرفعه كشعار. طب ما الذي ينبغي فعله؟ هذا الكلام هو لم يحدده، وهناك تخبط فيه. الإدارة الأمريكية بعض الأطراف بتدفع باتجاه السلطة الفلسطينية من خلال قوى أمنية تكون تابعة ليها هي اللي تدير المعبر. أيضا في تصريحات في الإعلام الأمريكي حول طلب إسرائيلي من السلطة الفلسطينية أن قوى أمنية تكون تابعة للسلطة، بس دون أنها هي تقول أنا تابعة للسلطة، عشان ما يقولش أنه في النهاية سلم هذا المعبر للسلطة تشرف على القطاع، وهذا جاء في وول ستريت جورنال، ولكن السلطة رفضت تريد أن يكون وجودها رسمي. هناك الخيار الآخر أو بعض البدائل، بعضهم بيطرحوا فكرة شركة خاصة أمريكية أو الاستعانة بالعرجاني، فكلها ما زالت في مساحة البدائل. أنا عن نفسي أميل أن خيار السلطة الفلسطينية قد يكون هو الأرجح، في ظل أنه هو مقبول عربيا ومقبول أمريكيا، هو مرفوض إسرائيليا من نتنياهو ومن ائتلافه الموجود، لان ده بيعطيه قدر من الشرعيه وقدر من الامان اكبر. النهارده ما يجي يقول هي في شركه امريكيه هتيجي تديره، هتديره بعناصر محليه ام عناصر اجنبيه؟ طب العناصر المحليه لو ليست من حماس وليست من السلطه هيجيبها من المريخ، لازم هيكون من المجتمع، فهيكون صعب ايجاد هذا في ظل القوى المجتمعيه الموجوده في غزه، والامريكان مش هيجوا بنفسهم هم يديروا المعبر، فده خيار صعب. كون العرجاني يكون له دور في الجانب الفلسطيني انا اظن ممكن تبقى له مساحه، انما ان هو يشرف بنفسه على الاداره من لا مساحه، بنتكلم على مساحه، هم تحدثوا عن مساحه وليس اشراف. نعم، في المرحله السابقه هو دوره تحت مظله الاجهزه الموجوده في الاطار المصري ودوره في الجانب المصري، انما انه يشرف عليه في الجانب الفلسطيني ويتسلمه
حقيقة ده هيكون صعب لأنه هو هيضعه في لا مواجهة هو مع هيبقى شغال تحت امبريلة الشركة الأمريكية، هكذا يعني ذكروا في الموقع يعني. لكن لفت نظري في كلامك حاجة يا أستاذ أحمد، الجانب الفلسطيني على الأرض وينصف ويشرف. قوى المقاومة الموجودة إذا لم يكن هذا الأمر بتفاهم وتوافق معها هتعتبره طرف خارجي وهتستهدفه، ففرض هذا الأمر بالقوة عليهم هيكون شيء يعني فرصه صعبة. صعب. أنت قلت دلوقتي إن السلطة الفلسطينية مرفوضة من نتنياهو، ولكنها مقبولة من أمريكا ومقبولة من مصر. ما يعرفش، نسيت إنك تقول برضو أو متهيألي إنها أيضا مرفوضة من قطاع غزة، يعني السلطة الفلسطينية مرفوضة من سكان غزة. لا يعني لو تم إيجاد نوع من أنواع التفاهم الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وترتيبات معينة يمكن وجود لصيغة حل. يعني احنا شفنا في اجتماعات بين الفصائل تمت في موسكو، تمت في بكين، قبل ذلك في الجزائر، من أجل إيجاد نوع من أنواع المصالحة والتغيير في بنية منظمة التحرير والتفاهم فيما يخص الحكومة في غزة. لا بس شفنا برضو دور الحكومة في القطاع في الضفة الغربية أو في رام الله، شفنا أنها دورها شرطي إسرائيلي وهكذا، لن يقبل الغزاوية أن وجود شرطة إسرائيلية بملابس فلسطينية. المعبر بتفاهم ضمني كبديل لان يبقى في احتلال اسرائيلي او كده، يمكن ان هي قضيه تكون محل نقاش في الكلام. ممكن. طيب باشمهندس عمرو، في ظل الكلام عن رصيف بحري في قطاع غزه، دكتور عمرو انا اسف، البعض راى ان الميناء ده قد يشكل نقطه خلاف مع مصر، وخاصه انه يعني في سعي امريكي لايجاد المعبر. أيضا اتحاد القبائل ذكر بأنه لابد من إيجاد معبر بديل حتى يتم حل مشكلة المعبر. إلى أي درجة تعتقد أنه في توافق ما بين الأجندة الأمريكية وأجندة العرجاني في حكاية المعبر البديل دي؟ وأنا أعتقد يعني العرجاني ملوش أجندة بشكل سياسي كبير بهذا الشكل. يعني هو يعني حتى الآن بيشتغل تحت مظلة الأجهزة الأمنية المصرية كويس، وأعتقد في نفس الوقت بيحاول يبني شبكاته الخاصة وعلاقاته الخاصة ويعمل توازن القوى بشكل ما. يعني أنا أرى أن النظام المصري له هدفين محددين، أولا انتصار الكيان الصهيوني في المعركة والقضاء على المقاومة، ده الهدفين. وبالتالي أي حاجة قادرة على أنها تساعد في تحقيق الهدفين دول هو هيكون معاها وبيسندها. نيجي للسؤال، هل الرصيف البحري المزمع إنشاؤه هيساعد في الأمرين دول؟ نعم هيساعد في الأمرين دول، لأنه هيبقى نقطة المعونات أو أي مدخلات لغزة، فبالتالي تبقى تحت السيطرة، فده هيقود من سلطة من قدرة المقاومة، وفي نفس الوقت هيدي نوع من الانتصار المعنوي للصهاينة. فأنا الحقيقة ما شفتش أي حاجة حقيقية من الاعتراضات المصرية على كل اللي بيحصل في معبر رفح، مهما كان في قطاع غزة على مدى الـ7 شهور اللي فاتوا إطلاقا، ولم يعترضوا على أي شيء بيحصل، حتى لو الاعتراض على الورق، لكن في النهاية في تنسيق أمني وتنسيق استخباري وتنسيق يمكن حتى عملياتي على مستوى الأرض في الحرب الدائرة حاليا. وبعدين مصر ما عندهاش مشكلة أنها تستغنى عن تيران وصنافير وعن راس جميلة اللي هي المقابلة لتيران وصنافير لنفس الدولة، وكأن انت بتسلم كل المضيق للدولة تانية يعني. فبالتالي انت وما عندوش مشكلة في انه يقطع شوية من مية البحر المتوسط دي لليونان عشان تركيا، وما عندوش مشكلة يسيب معبر يسيب النيل، فما عندوش مشكلة يعمل رصيف بحري. ده اكتر كمان انها هتحقق جزء من طموحاته في القضاء على فكرة المقاومة، لان دي فكرة خطيرة جدا. بس دي هتبعدك يا دكتور عمرو، معلش، بس هتبعد هتقلل من دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية. لا مصر حاجة الوكيل الحصري للمفاوضات من الأمريكان داخل المنطقة. طيب لو مصر مش موجودة مين اللي هيبقى مسؤول؟ أولا مصر ليها حدود كبيرة مع الصهاينة، والنظام المصري والنظام الأردني بيمثلوا المخدات الحامية للكيان الصهيوني. النظام الأردني ليه بعض مشاكله، ويعني عدد قليل وناس معظمهم فلسطينيين، فصعب يتدخل في الملف. لكن مصر هي تفضل دائما مهما حصل هي الدولة محورية مركزية في الصراع، أولا لأنها متوافقة مع الإرادة الصهيونية لحد كبير، وبالتالي دور والفلسطينيين برغم كل ده لا يستطيعوا الاستغناء عن الدور المصري، ما لا يعني خلاص هي المنفذ الوحيد ليهم، فبالتالي هتفضل موجودة. الرصيف البحري
يمكن يقلل شوية، لكن في النهاية في أي صراع أو أي مشكلة بتحصل لازم أعتقد إن الأمريكان والنظام الغربي كله بيلجأ لمصر عشان تحل الأزمة، لإدراكه الكامل إنها دايما هتكون في صالح الجانب الصهيوني، مش في أزمة يعني في وجود مصر كوسيط دائم في أي صراع بيحصل داخل فلسطين. طيب بشمس احمد، تصريحات ظهرت لمصطفى بكري نقلها موقع مصراوي، قال فيها ان اتحاد القبائل لن يقتصر على سيناء ولكن سيكون له مكان في كل المحافظات وسيتم معاملته معامله الجمعيات الاهليه، وهو قال التصريح ده في اكثر من مكان ونشر، يعني كيف تفسر هذا التصريح؟ أنا شايف إن الوضع أو النظام الحالي ليس له ظهير شعبي. فكرة، هرجع تاني للحقبة الناصرية، فكرة هيئة التحرير أو منظمة الشباب أو الاتحاد الاشتراكي أو المنابر الحزبية في عهد السادات اللي تحولت لحزب مصر ثم الحزب الوطني، كان هدفها دائما إيجاد ظهير شعبي ورديف شعبي يتم تحريكه في وقت الحاجة للدعم والإسناد، أو حتى انه يبقى ضد اي حراك اخر شعبي لابداء ان في شعبيه للنظام. الدور ده بنسبه كان مثلا في محاوله ان حزب مستقبل وطن وبعض الاحزاب تؤديه، ولكن لم تؤديه بالشكل المرجو. ظاهره او موضوع القبائل العربيه فيها قدر من العصبيه القبليه الموجود اللي يمكن التحشيد من خلالها، وفي تجربه من الشراكه تمت في سيناء بشكل معين، فيبدو ان بعض الاطراف شايفه ان ده يمكن تعميمه على مستوى البلد وتوسيع هذه التجربه، ولكن انا يعني في جانب اخر برى ان هذه التجربه لن تكون طويله الامد، ولان هي هتثير حساسيات اجهزه اخرى واطراف اخرى داخل المجتمع. يعني انا لفت انتباهي مثلا تصريح دكتور عماد جاد كان سابقا وهو يعني وثيق الصله بالكنيسه والمؤسسه الكنسيه في مصر، اللي اتكلم فيها وحذر من الاتحاد باعتبار انه هو يعني يمثل تهديد لما وصفه بين قوسين المصريين الاصلاء، وان الاتحاد بيعبر عن دخلوا مصر سنه 642 ميلاديه. فهذا هذه النظره ان هذا الاتحاد هيكون ضد المؤسسه الكنسيه او ضد الاقباط، او انها ترى في تهديد وتخوف، وان يبدا تنميه وتعزيز المخاوف الطائفيه والمخاوف الجهويه والمخاوف القبليه، قد يؤدي ان يبقى في تخوف من تعميم هذه التجربه وتعميقها بالشكل اللي ممكن بتدفع فيه بعض الجهات. انا طبعا ليه يعني اؤكد على نقطه ان الموضوع ما زال وليد، هذا الشيء الوليد وهذا الكيان الوليد قابل ان هو يتطور ويكبر زي ما مصطفى بكري بيشير، مقابل ان لا، ان عوامل اخرى وكوابح اخرى توقف هذه التجربه وتكبح نموها، لان ترى ان ممكن يبقى في تداعيات وسلبيه على بين قوسين الامن الداخلي والامن القومي المصري الى اخر هذه السرديه. فهي تجربه تحتاج لمتابعه وترقب، هل هتزداد ولا هتتراجع، وبالاخص ان في اقاويل حاليا ان في بعض التدخلات ضد لكبح هذه الظاهره من طرف بعض المؤسسات. فالشاهد ان انا شايف العنوان الرئيسي هو ايجاد ظهير شعبي، لما هنيجي نعوز مظاهرات ضد كذا هو قادر على الحشد والتحريك، هنعمل مؤتمر جماهيري هو قادر زي من بضعه ايام على حشد رموز القبائل، وكل رموز ووجهاء القبائل والعائلات لديهم يعني شبكه ممتده ومؤثره من العلاقات المتداخله يقدروا ان هم بيحشدوا من خلالها. فقد يكون ده هو الهدف، في ظل ان نتذكر مع بدايه الحرب على غزه كان دايما في تهديد باستدعاء الفعاليات الشعبيه وباستدعاء الجماهير وبتحريك الجماهير الى غير ذلك، وفي ظل ضعف الاحزاب السياسيه، ضعف قدرتها على الحشد، وتراجع قدره مؤسسات الدوله على تحريك الجماهير بشكل مباشر، اللي هم موظفين مثلا القطاع العام، احنا عندنا في توجه خلال السنين الاخيره لتقليل عدد العاملين بالقطاع العام اللي كانوا عهد مبارك 6 مليون، في سياسه معلنه اللي هو التوجه لتقليلهم ان هم مثلا يبقوا العدد النموذجي يبقى مليون، فبالتالي هذا القطاع اللي كان بيمثل لو في اشكال بيتم حشد موظفين في المؤسسات الحكوميه وانزالهم الشارع، هذا القطاع بينخفض جماهيريا، والاحزاب المواليه غير قادره على، ليس لها شعبيه ولا جذور ممتده في المجتمع، فبالتالي مهم تكون في ظهير شعبي للنظام. هذا الظهير تؤسس مثل هذا الاتحاد، يؤسس على انه جمعيه يكون له قدره على حشد الجماهير لابداء ان في ظهير مجتمعي موجود بأي السياسه.
بشكرك جدا دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري، بشكرك جدا الاستاذ احمد مولانا الباحث في منتدى العاصمه. دكتور عمرو بتقول حاجه؟ يعني تعليق اتفضل اتفضل. انا اسف جدا. يعني في فرق بين الستينات والان. الستينات كان المؤسسه بتنشا من السلطه وبيجمع الناس عليها، الان المؤسسه موجوده اصلا، في ترابط اجتماعي موجود في المجتمع والسلطه بتحاول تستفيد منه، ده ربما فارق خطير. يعني لا معلش تاني كده يا دكتور عمرو، معلش قوله تاني. يعني في الستينات الدوله كانت السلطه كانت بتنشئ المؤسسه وبتجيب افراد او مؤسسات ليها، يعني هي برضو المركز. لكن الوضع الحالي ان في مجموعه من القبائل موجوده اصلا في المجتمع مترابطه بشكل ما، والدوله انشات منهم يعني مؤسسه. هناك فرق. هناك فرق. بشكرك دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي في مجلس الثوري المصري، المهندس احمد مولانا الباحث في منتدى العاصمه للدراسات، بشكرك جدا. بشكرك جدا. بهذا اللقاء المفيد الحقيقه مع عقليتين، والله الواحد بيصعب علينا العقليات دي تبقى بره مصر، سواء المهندس احمد مولانا او الدكتور عمرو عادل، كان مفروض مصر تستفيد من هذه العقول ولو حتى استشاريه، يعني مش بمناصب، انما المتصدر الشاشه في مصر دلوقتي هو الرديء. باللقاء ده انتهت حلقه اللادي، الى ان نلقاكم غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامج. مش غدا ولا انا بقول غلط؟ مش بكره الخميس؟ بكره ما حدش في الكون. الى ان نلقاكم غدا ان شاء الله وحلقه جديده، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.